بسم الله. دلوقتي ممكن يكون عايز يصدر الفيو دوت للاوتوكاد، بس هو هيصدر على انه 3D. تمام، لما تيجي تقول له فايل وتقول له اكسبورت كاد، نصدر الفيو ده بس. هخش اظبط حاجة معينة في الاعدادات، اقول له العادي بتاعي خليها 2007 للتصدير الاوتوكاد. نكست، بيصدر ان هو 3D. تقدر تعمل له اوربت، تقدر او في بعض التفاصيل ممكن تظهر، يعني مثلا لو كنت ترسم بشكل مجسم فتلاقي الكسرات موجودة والحاجات ديت. فانا عايز يشتغل عليه كأنه 2D، هقول له صدر لي الشغل اهوت، سمي ده مثلا جوكر، بقول له ايه اوكي، وافتح الاوتوكاد، ألفين وتمنتاشر، ماشي. دلوقتي خلينا نفتح الاوتوكاد ونقول له اوبن فايل، واخش على الجوكر واقول له اوبن، زي ما انت شايف هيطلع بالشكل دوت. تمام، بأدق التفاصيل، وهيبقى اللوحة تقيلة وهيبقى فيه صعوبة في الطباعة. فأنا عايز أحل الموضوع دوت. أحله إزاي؟ إن أنا عايز أخليه يتبع 2D. طيب أعمل الموضوع ده إزاي؟ بكل بساطة أجي هنا أقول له أنا عايز شيت، نيو شيت، أوكي، وأبدأ أحط لوحة 3D ديت في قلب الشيت. فين لوحة 3D؟ يعني واحدة من دول، دي مش موجودة هنا، فهقول له هنا دراس اورجانيزيشن، اظهر لي كل اللوح. تمام، 3D فيو اهيت، فاروح هنا للشيت دوت واسحب 3D واحطه هنا اهوت. دلوقتي بقى لما اصدر الفيو دوت بيصدر 2D، ملوش دعوه ب 3D. اقول له سبورت كاد دبليو جي، خليها بقى باتمان عشان يغلب الجوكر. اوكي، نروح بقى للأوتوكاد ونقول له اوبن باتمان. اوبن، هتلاقي الحاجة جات لك 2D بالشكل دوت. تمام، حتى كل الخطوط 2D. لما تيجي تلف أصلا في الموديل، تلاقي إن هو مش هيجيب لك الأبعاد الأخرى للمبنى، هو 2D بس. بينما لو جيت هنا في الجوكر وبتيجي تلف في المبنى، تمام، يجيب لك كل الأبعاد. هي راح 3D وتقيلة، ولو في جيومتري ممكن تلاقيه متكسر وهتلاقي فيه تفاصيل فلو انت عايز 2D مجرد بس للطباعة او هتسلمه، لا الطريق افضل بكتير.